الآن فينا من ينادي بإلغاء الدين الإسلامي وإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين علمانية ترفض دين الله سبحانه. نحن نحارب القرآن ودارين رحمة من ربنا، دارين رحمة من ربنا، ونحن فينا من يعتقد أن القرآن سبب من أسباب التخلف. أنا ما أتكلم عن سياسة ولا دخل لي بالسياسة ولا أدعم فكرا ولا حزبا سياسيا لا قديما ولا حديثا، ولكن أنا أتكلم عن أمراض موجودة في قلب المجتمع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، وربنا ما عاقبنا بأي حال بالبعض. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نحن نعيش في هذه الأيام أوقاتا عصيبة، اجتمعت علينا مجموعة من الابتلاءات والمصائب والمحن، وضاقت على كثير منا الأرض بما رحبت، فمع ضيق المعيشة وتضخم الأسعار وشدة المؤنة وضنك الحياة، اجتمعت علينا كوارث وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. فلعلنا نقول ابتلاءات، ولعلنا نقول عقوبات، ولا ندري بأي تحليل نحلل، واليوم يعني توافينا الأخبار بمزيد من الضيق في فيضان النيل، دمار للبيوت وتشريد للأسر وضياع للممتلكات وتردي في الحياة، والناس كل يوم تسمع خبر جديد. ويجب علينا أيها المسلمون الكرام عباد الله أن ننظر إلى القرآن لنعتبر ونعرف مشكلتنا شنو. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ ده سؤال نحن بنسأله لنفسنا، وأي واحد بيسأله للثاني. أنى هذا يعني من وين جاتنا المصائب دي؟ قلتم أنى هذا؟ ربنا قال لنا: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أيها المسلمون، نحن نشاهد الآن الفساد في البر والبحر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس. السبب بما كسبت أيدينا نحن برانا. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى ربنا لو أداك أي نعمة من النعم، أنت مستقر في بيتك، آمن في دارك، يأتيك رزقك، حياتك مطمئنة، دي نعمة من ربنا. هذه النعمة ربنا ما بيغير منك ولا بيحولها لحد ما أنت تغير ما كنت تعمل من الطاعة للمعصية. أول ما تغير نفسك ربنا بيغير لك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن يا أخواننا شعب مسلم ندين بالقرآن وندين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فينا من ينادي بإلغاء الدين الإسلام وإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين علمانية ترفض دين الله سبحانه. بعد الفيضان مش مفترض يجي يزيد، حيزيد تاني، ونتمنى إنه ربنا يرفع عنه. لكن إذا كان فينا من ينادي بإلغاء حق الأبوة، البنت ما يكون لأبيها عليها ولاية ولا تحكم ولا مجرد رأي، تفعل ما تشاء، تصنع ما تريد، تخرج متى ما أرادت، تلبس ما شاءت، تتزوج من شاءت، تفعل ما تريد من شؤون حياتها. أبوها ما عنده على أي حاجة. فينا من ينادي بهذا ويصفق له من يصفق من المجتمع. أنا ما أتكلم عن سياسة، ولا دخل لي بالسياسة، ولا أدعم فكرا ولا حزبا سياسيا، لا قديما ولا حديثا، ولكن أنا أتكلم عن أمراض موجودة في قلب المجتمع. محاربة للدين، ربنا يرزقنا كيف؟ ربنا يرفع عنا الغلا كيف ونحن نحارب دين الله سبحانه وتعالى؟ إلغاء لأغلب مادة التربية الإسلامية في مناهجنا ومقرراتنا الليلة بتاعت المدارس. لو شفت المقررات الجديدة انت حتأسف على تربية في مدارسنا. بعدها مادة التربية الإسلامية ممكن تدرس للطلاب في 3 يوم، مادة السنة الكاملة بتدرس للطلبة في 3 يوم. المقرر من أولى ابتدائي لحد رابعة ابتدائي الطالب ما بيصل نص جزء عما ما بيقرأه لحد رابعة ابتدائي. ده وقت أبناء المسلمين بيحفظوا فيه القرآن، نص القرآن، ربع القرآن. نحن نحارب القرآن ودارين رحمة من ربنا؟ دارين رحمة من ربنا؟ ونحن فينا من يعتقد أن القرآن سبب من أسباب التخلف. والعياذ بالله. بعد ده نحن بنسأل ليه الفيضان زاد علينا؟ الفيضان ما سببه أثيوبيا ولا مصر ولا سياسة بتاع حكومة داخلية ولا خارجية ولا دولة قديمة ولا جديدة، ده من ربنا. فيضان زي ده ما شفناه ونحن بأعمارنا وأعمار الكبار من أعمامنا. أعمار الكبار مننا ما شافوه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
ربنا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، وربنا ما عاقبنا باي حال بالبعض، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها المسلمون، من نظر في القرآن وجد أن الله تعالى عاقب بني إسرائيل، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا بعد ما شافوا الآيات بأعينهم، شافوها بأعينهم، ربنا قال: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون، رجعوا تاني لما هم فيه من الكفر والإلحاد. ربنا عاقبه، ونحن أظن الأيام دي ما فضلنا إلا القمل والضفادع، الطوفان فيه، الجوع، ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. في الأسبوع الواحد الأسعار بتضاعف مرتين، في اليوم الواحد الأسعار بتزيد، تشتري السلعة الصباح بسعر وآخر اليوم بسعر ثاني، نصحف تاني إحنا يا أخواننا. ربنا الدائر منا لشنو؟ ربنا قال: لعلهم يرجعون. أصحاب الجنة اللي ربنا نزل على نار من السماء بالليل وأهلكتها، وجو لما شافوا جنتهم قالوا: إنا لضالون، دي ما ياها، لعل ما ياها جنتنا، الحديقة بتاعتنا ما ياها، إنا لضالون بل نحن محرومون. اكتشفوا إنه ربنا عاقبوا: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بعد ذاك في النهاية رجعوا لربنا، رجعوا لربنا، ربنا بدلهم ثاني وأداهم بستان أحسن من الأول. يا أخوانا نحن دارين نرجع، أنا وإنتم نحاسب نفسنا، ما تقعد تعايل للتانين ولا دعي لأمر الحكومات. القضية قضية مجتمع، القضية قضية مجتمع، ولولا أن هذا المجتمع رضي بأن يستحكم بطريقة غير الشرعية ما كان في حاكم بيجي يتجرأ ويقول: أنا داير علمانية ما داير إسلام، لكن رضي المجتمع فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. رضي المجتمع في الأول، ما تقول القضية قضية السياسيين، المجتمع رضي بذلك، ولهذا سلط الله عليه من الساسة من ساموه سوء العذاب. إذن أيها المسلمون، نرجع إلى ديننا ونستغفر ربنا مما صنعنا، مما وقع في بلادنا من الشرك البواح اللي بنتكلم عنه طوالي، الشرك البواح اللي بيحصل الليلة في مقابرنا. مشيت أقرب مقابر تلقى الجماعة بيندهون في سيد قبر، ينادوه يعتقدوا فيه ويندهوه من دون الله ويطلبوا منه الرزق وكشف الكروبات. وتمشي في المجتمعات شايفين براكم، شايفين الوضع الليلة، الخمور علنا شايفينه براكم، وأوضاع تدمع لها الأعين. وبعد ده نحن شايفين الوضع الماشين عليه. نرجع يا أخواننا إلى ربنا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لما نستغفر بيحصل شنو؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو رجعنا لربنا كل شيء من صالح، وبلادنا حتزدهر وحننعم بالعيش الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء
والبلاء يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، ردنا إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا للصلاة يرحمكم الله.